Assalamu alaikum. Announcement number one before actually closing ceremony. These days are actually in the airport of Marrakesh and all around the Arab world and Islamic world, I mean. There is departures for the Umrah to the kind of short pilgrimage. So all people who actually have in their flight should be at the airport 3 hours before, or at least 2.5 hours before, because the airport is quite crowded. So please make this actually scheduled. This is the first thing. Second thing, actually, I thank you all for being here. I hope that actually you had beautiful days, that you actually gained and exchanged and met new people. And I hope also that actually we achieved your expectancies, and we hope that we're gonna meet again in the name of the Youth Forum for Democracy and Citizenship. We're welcoming you again anytime you wanna organize anything in Morocco, and in the name of Abdelal Lindini, who is actually part of our organization and who actually did a lot actually to make this event successful. Thank you so much. السلام عليكم. كما تعرفون أمضينا وقت جيد على الأقل أنا. أتمنى كذلك أنتم أن تكونوا أمضيتم وقت جيد في فعالية مؤتمر الوكالة العربية 2019. لا شك أنكم لاحظتم أنه خلال هذا المؤتمر حاولنا تغيير بعض الأمور والقيام بأمور متعلقة يعني بأكثر المنطقة التي نعيش فيها والتي هي المغرب. لكي نعطيكم نبذة عن التنوع الذي نعرفه في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط والاختلاف الذي يتواجد بين مختلف البلدان، فأتمنى صراحة أن تكونوا قد وعيتم بهذا الأمر وتعرفتم على الاختلافات والتنوع الذي يوجد في المنطقة حتى يعني نستطيع أن نتفاهم أكثر في المستقبل وكذلك نستطيع أن نتفاعل بشكل أكثر فعالية. كذلك أود أن أشكركم فردا على حضوركم حتى اليوم الأخير. نعرف أنه كان مؤتمر شائع وشاق وأنه كانت هناك حصص متوازية، ولكن نحن دائما نحاول أن نرى من الجانب الإيجابي. الجانب الإيجابي هو أنه كان هناك إقبال كبير، كان هناك ناس أكثر يودون الحضور، وكان هناك ناس أكثر قدموا عروض. يعني نحن كان بإمكاننا أن نعمل مؤتمر في حصة واحدة في كل قاعة وتكون قاعة واحدة وننهي، ولكن نظرا لكثرة عدد الناس الذين ودوا المشاركة قررنا أن نقسمها ونجعلها أكبر، ونتمنى أن يكون هذا الشكل كذلك قد أفادكم في يعني الاستفادة وتعلم الكثير من الأمور. هذا من جهة البرنامج. من جهة أخرى أود أن أشكر الإخوان الشركاء سواء ياسين أو عبد الإله أو كل الناس من الجمعية، لأنهم صراحة بدونهم لن يكون أبدا بالإمكان. حمزة شبشوب بعد ماشي معكم في الجمعية بعد لم يكن سيكون بالإمكان أن يكون هناك مؤتمر، أنا ورضا وأشخاص الذين يعملون في أو متطوعين في مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب نعرف ويكيبيديا، نعرف نستعمل ويكيبيديا، نعرف نكتب مقالات، ولكن نحن لا نعرف نحجز تذاكر الطائرات، لا نعرف نتعامل مع الفنادق، لا نعرف مسائل سياحية، وهذه أمور اكتشفناها عندما بدأنا نعمل على تنظيم مؤتمر. أنا لماذا أقول هذا الشيء؟ لأنه هو رغم أنه مؤتمر ويكيبيديا، ولكن في الأول وفي الأخير نرجع إلى الكثير من الأعمال اللوجستيكية التي تجعل الشخص لا يركز على ويكيبيديا إذا كان ينظم المؤتمر، وهذا في نظري أمر مهم جدا ومرتبط كذلك بمستقبل العمل. يعني لما نكون ننظم مؤتمرات يجب أن نرى كيف نتعامل مع هذا الأمر، ولكن دائما في نفس الإطار أقول أن الشراكات أمر مهم جدا، ونحن فرحون جدا أننا تعرفنا على شريك من قيمة ياسين، ونتمنى إن شاء الله أن نتعامل معه في المستقبل. أود كذلك أن أشكر نور الدين، لأنه نور الدين هو الذي عرفنا على ياسين. وفي نفس الإطار أود أن أشكر شخص غائب عن المؤتمر، ولكن هو الشخص الذي أصلا عمل شعلة للمؤتمر، وهو الوالي العلوي. الوالي العلوي هو شخص يسكن في طرفايا، ويكيبيديا مغربي، اتصل بنا كنا جالسين انا ورضا، واتصل بنا الوالي العلوي وقال لنا ننظم ويكيبيديا العربيه في المغرب. قلت له اخي انت احمق، ثلاث اشخاص ننظم مؤتمر. هذه الحقيقه.
ولكن الوالي العلوي كان متحمس جدا للفكره وعنده جمعيه وقال لنا انه يريد يعني المساعده في الكثير من الامور فتشجعنا وقلنا ان شاء الله. فرغم انه المؤتمر لم يتحقق في طرفايا واضطرينا للتاجيل وللكثير من الامور وتواصلنا مع نوردين الذي عرفنا على ياسين الى اخره، الخلاصه انه وكي عربيه موجود الحمد لله. يعني في ممكن كان هناك تشكيك في السابق، ممكن كان هناك ناس غير متأكدة 100%، ولكن الحمد لله نظمنا مؤتمر، وهذا أمر مهم ليس لنا شخصيا ولكن للمستقبل. يعني لكي عندما يريد أي شخص أن يقوم بمشروع من الأفضل أن نشجعه ونقول له أنه بإمكانك القيام بالشيء وحتى نسانده بالتجارب. فالحمد لله بما أن الأمر نجح في المغرب الذي فيه مجموعة صغيرة جدا، فلا شك سينجح في بلدان أخرى لها مجموعة أكبر وحتى خبرة أكبر. الوالي ليس أحمق وسنعطيه تيشيرت. أود أن أشكر كذلك حمزة شبشوب الذي قام بعمل شار، وبالمناسبة حمزة هو شخص قام بكتابة الكتيب كذلك. So حمزة is the person who wrote the booklet and designed it and it's one of the best booklets ever in Wikimedia conferences. So thank you very much حمزة. كذلك هناك صديق طارق الرئيس الذي قام بعمل اللوجو وعمل كذلك الكثير من البانرز والامور المتعلقه بالمؤتمر بشكل مجاني، فشكرا جزيلا طارق. So Tariq and his friends from Creative Commons helped us for free in designing the logo and all these very very nice banners and all lot of things related to the visual identity of the conference. لا شك انكم لاحظتم انه الامور المتعلقه باللوجو والديزاين كلها مغربيه، وهذه كانت بالنسبه لنا شيء مهم جدا لان المؤتمر ينعقد في المغرب. اريد كذلك ان اشكر كل من ساهموا في المسائل اللوجستيكيه سواء المصورين او الناس المكلفين بالنقل. في هذا الاطار نود ان نقول لكم انه ستكون كل العروض منشوره على اليوتيوب لما يقوم الإخوان المصورين بعمل كل المونتاج. So everything will be available on YouTube when the editing will be done, maybe within a week time. وأخيرا وليس آخرا أود أن أشكر كل المتطوعين الذين ساعدونا بشكل رهيب في تنظيم المؤتمر في أمور ممكن صغيرة أو كبيرة وتفاصيل، وبدونهم كان سيكون أمر صراحة غير ممكن كذلك. هناك ثلاث متطوعين بالضبط ساعدونا بشكل كبير، عبد الرحمن ورشيد وافاق، لا اراهم هنا لانهم متعبون، انا كذلك متعب لكن مجبر ابقى هنا. المهم على كل حال انا اريد ان اشكر المتطوعين سواء هؤلاء الثلاثه او ناس اخرين مثل يام الذي ساعدنا في ترجمه الكثير من الامور، وكلكم صراحه مشكورون جدا على حضوركم. اتمنى ان تكون قد اعجبتكم هذه التجربه، اعجبتكم مدينه مراكش، اعجبكم المغرب، وأن تبقى عندكم في ذاكرتكم لقد ضاعت العربية وضاع للصوت وهذا الطبيعي بعد المؤتمر، ولكن أتمنى إن شاء الله أن تكون جاءتكم تجربة جيدة، وإن شاء الله نتمنى حد سعيد جدا للإخوان في الجزائر حتى يبهرونا ممكن بشكل كبير خلال السنة المقبلة. شكرا جزيلا لكم. ونشكر كذلك الإخوان في لجنة التواصل ولجنة البرنامج ولجنة المنح على الخدمة اللي قاموا بها خلال السنة. نشكر ولاء، نشكر آمنة بشوندة، رضا كربوش، مي هاشم، آفاق، كل واحد فرد على الخدمة اللي عاونونا كلجان مختلف لجان لكي نقوم بهذا المؤتمر. I would like to thank the different committees, the scholarship committee, the program committee, the communication committee for their help to for this previous years to manage and organize in Wiki Arabia. Nice local piece. People who didn't get their refunds are requested to join me after this, actually this little closing ceremony. And the second announcement, I was actually going to thank Yusuf, actually the Chinese practitioner who actually offered mini messages and the contact share systems for free.
to our actually participants. And by now, actually, I declare. No? Do you still have? A small announcement. Someone lost this USB, I think, for a mouse or something. This is the only thing lost in the conference, so it's amazing. But someone lost it. So if you lost something USB related to your mouse, come to us in this little desk. Please, please, before you leave your rooms, even today or tomorrow, please check your rooms twice. We, yesterday, actually, in the mountains, many people forget a lot of things and precious things, which, and we were obliged, actually, and only because of luck, actually, we get all those things back. So please check your rooms twice. And now, and thank you all. Welcome. One last thanks to the core team. Right. Thank you. Thank you. Anyone to have the last word and close the ceremony? Not me. Anyone, please. Let's have a lady. I just want to say something real quick about Yassine and why this, in my opinion, was really successful. Because thanks to Yassine, because he's a man who cares a lot. So he cares about everybody. I was just noticing how he managed to, everybody is going to Gilles or coming back, and that's hard work to do. And that's why he was successful. He's an amazing friend. I'm discovering a lot about him. If anyone wants to do the Open Refine tutorial, how many of you are interested in that? The Open Refine tutorial, right now until dinner? Raise your hands. We have one, two, three people. Open Refine is a tool for bringing data, massive data sets, into Wikidata. Okay, there's a few people interested, so we're going to do it right now in the small room. And wait, we still have one sentence to pronounce. Five, seven, eight, nine, and 10.